طبعا الاسلوب الجديد الذي اعتمده ابناء العشائر هو عمليه الاستهداف السريعه، هي حرب العصابات كما يسمى، اي الطريقه التي اتبعها الجيش الحر في بدايه تحرير سوريا عام 2011 عندما كان يقاتل النظام. هي طريقه مجديه وجيده وتؤدي الى نتائج ايجابيه، وذلك بسبب ان الصراع يعني القتال الدائم بين مقاتلي العشائر وميليشيا البيكيكي والبويدي، جيش لجيش لربما تكون الغلبه فيه لميليشيا البيكيكي، وذلك بسبب الدعم الامريكي. هذا الامر يعني الذي ادى اليه هو تهاون واشنطن في انهاء الخلاف بين ميليشيا البيكيكي ومقاتلي العشائر. نعم. التهاون في انهاء الخلاف ووضع النقاط على الحروف ادى الى عوده القتال، وانا اؤكد ان القتال سيستمر الى ان ترضخ الولايات المتحده الامريكيه الى مطالب العشائر.